اهلا وسهلا فيكم حبايب الارض، مرحبا فيكم فيديو جديد وفيديو اليوم احلى من فيديو امبارحه. انا اسف اني عم طول بتنزيل فيديوهات بس بدكم تتحملونا لانه هذا اخر فيديو بالاستوديو القديم. حنروح على استوديو جديد وديكور جديد وكل شيء جديد. حطوا لايك، اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس ويلا خلينا نبلش. شايفين الدراما اللي صايره باليوتيوب؟ دراما كبيره بين مرسال، ايسان، جواني، محمود، كله نازلين دستراك على بعض، نازلين بالاغاني على بعض، نازلين حرب طاحنه حرب خارقه على بعض. جواني نزل اغنيه عملت لكم فيديو عليها، واليوم مرسال بنزل اغنيه كمان عملت لكم فيديو عليها. خلينا نروح على الفيديو. اولا خلينا نخطر السماعات الفيديو. اوكي حبايب القلب، خلينا نشوف الاغنيه بعنوان نارا. بسم الله. لك الشوارع، الشوارع تشهد على دموع العين. لك الشوارع تشهد على دموع العين. من بداية بين انه الاغنية حزينة. والله لك سر قلبك انا. الشوارع اللي بكيت فيها بتعرفها. الشوارع اللي بكيت فيها بتعرفها. هلا وجهي بهالمطارح منه غريب. هل وجهي بهالمطارح منه غريب. اوف. لو لمت دموعي من هاي عيني راح تملى الشوب. لو لمت دموع هاي عيني حل اكيد. دروب دروب هلا فيك زيت كسر. دروب دروب هون منيح صوب على السطر. روح ولا اللي ما رجعته للصفر. يمكن وقته يعطوك على عملته انجاز. نارا هيدي نارا اللي شعلت لتحرقني بنيرانها. نار هاي اللي شعلت لتحرقني بنيرانها. الله اكبر. يا بابا عمري ما تغير ولا تكرر زمن عمر. يا بروح والله روح. نسينا الاغنيه. الله اكبر على هالكلمات الربانيه القويه. ماني نايم بعد اليوم جروح. ماني نايم بعد اليوم جروح. دمو مبين قلبي الليل. مرسال بينته كتير زعلان، كتير مقهور، الشي كتير بيأثر. الصراحة اخواتي الخيانة كتير صعبة والله. بينته كتير كتير مقهور زعلان، ركزوا بتلاميح وجهه. يابا ابنك تعب من ضرب الظهر. بجانب كل طعن بقلب حافر قبر. بجانب كل طعن بقلب حافر قبر. دافن في شي 71 كسر. دافن في شي 71 كسر. وداخل كل كسر موجود بصمة لشي ابن حرام. وداخل كل كسر موجود بصمة لشي ابن حرام. الله. دروب دروب خلي يهتر. دروب دروب ليه خايف صوب عالنحل. روحوا ما تردد جسمه شبر. إلا بسكيني شوهت وصرت الطرب استاذ. روح والله روح. إلا بسكيني شوهت وصرت الضرب استاذ. الله أكبر. كلمات أسطورية، أغنية أسطورية أحسن من أغنية محمد جواني. ما يعني بعد اليوم جروح. بعد هين دمو مبين قلبي الليل. يا يابا نارا هيدي نارا اللي شعلت لتحرقني بنيرانها. يا يابا عمري ما تغير ولا بتكرر زمن عمر. يا يابا صراحة هالبني ادم حقه والله، حقه بعد غياب والقضايا اللي التفت عليه والمنع ينزل شيء على يوتيوب. حقه لو حقه يسكر لهم قنواتهم، يعني ما هي اقل شيء. حقه البني ادم. حبايب قلبي هالاغنية الصراحة كتير حلوة، ما في عليها كلام ابدا. الاغنية يعني احسن من اغنية محمد جواني واحسن من اغنية بيسان اللي نزلتها امبارح بعنوان الخبرية صح. انا ما راح اعمل عليها ردة فعل، بيسان كتير عم تطالبني بالكوبي رايت وعم تضربني. ابدا ما راح ما عاد اعمل عنها ولا فيديو ردة فعل. حبايب قلبي نزل الاغنية العائدي بعنوان كل الدنيا، اتمنى من الكل يروح عليها بصندوق الوصف نفجرها كومنتات ولايكات. بدنا نوصلها ل 1000 كومنت. هذا الفيديو
اكثر 5 تعليقات بتعلق رح ادعم بكل تعليق. صايرين حبايب القلب، ما تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس. روابط حساباتي بصندوق الوصف. الله يسعد ليكم.